بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الداء والدواء، الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، للإمام ابن القيم الجوزية رحمه الله. الدرس 33. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. قال الإمام ابن القيم في كتاب الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي: فصل في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق أن الشيخ رحمه الله بدأ الكلام عن عقوبة اللواط، وهو فعل الفاحشة للذكور. هذه جريمة قبيحة منافية للفطر والعقول، ولذلك شدد الله سبحانه وتعالى في إنكارها وعقوبتها. وأول من حصلت منه قوم لوط، لم يسبقهم أحد من العالم، لهذا قال لهم نبيهم لوط عليه السلام: أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين؟ أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء. الله جل وعلا خلق الذكر والأنثى وجعل محل الحرث والاستمتاع في المرأة. خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها، نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. المرأة هي محل الاستمتاع ومحل الذرية والإنجاب. الله جعل مصرف هذه الشهوة في محل لائق ومفيد، أحصل به غض البصر وإحصان الفرج، ويحصل به الذرية، وهو نزيه لأنه يوافق الفطرة وسنة الله جل وعلا في خلقه. النكاح الشرعي هو السبيل، والسبيل الحسن والمفيد. وأما هذه الجريمة فهي ساء سبيل، سبيل قبيح، لأنه يخالف الفطر. ما جعل الله هذا محلا للاستمتاع، ولأنه يسبب الأمراض، يسبب الأمراض القبيحة المستعصية. هو والزنا يسببان الأمراض، ولذلك قال في الزنا: إنه كان فاحشة وساء سبيلا. هذا كان في الزنا، مع أنه في امرأة، لكن لما كان غير شرعي صار فاحش، صار ساء سبيلا. فكيف بهذه الجريمة قبيحة؟ ولأنه يعطل الذرية، يقطع النسل، فأضراره خطيرة جدا. ولأنه يذهب الحياء، يذهب الحياء والإنسانية، وينحط بأصحابه إلى البهيمية قبيحة، فأضراره خطيرة جدا. ولذلك عاقب الله عليه بأشد العقوبة، حيث إنه سبحانه خسف بهؤلاء، خسف بهم الأرض، وأرسل عليهم حجارة من سجيل، وأتبعهم بالذم والتشنيع. والذي يفعل هذه الجريمة لا بد من له من عقوبة رادعة، لا بد من عقوبة رادعة. فمن العلماء من يقول إنه مثل الزنا،
المحصن يرجم بالحجارة والبكر يجلد 100 جلدة ويغرب عن وطنه، بينما الفريق الآخر يرى أنه يقتل. على كل حال بكرا كان أو ثيبا، جاء في هذا حديث: من رأيتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. الحديث لا بأس به، وهو عقوبة مناسبة، لأنه يذهب أصحاب هذه الجريمة ويقضي عليهم، ولا يكون لهم وجود في الناس، وهو رادع. الله جل وعلا أهلك أصحاب هذه الجريمة، أهلكهم وقطع دابرهم، فحكمه القتل، وهذا بإجماع الصحابة أنه يقتل. لكن أي شيء يقتل بعدما اتفقوا على أنه يقتل اختلفوا في كيفية القتل، فبعضهم يرى أنه يقتل بالسيف، وبعضهم يرى أنه يحرق بالنار. قد حرقه أبو بكر خالد بن الوليد يحرق بالنار، وبعضهم يقول يلقى من شاهق أرفع مكان في البلد، يرفع ثم يلقى، كما أن الله فعل ذلك بقوم لوط. الصحيح والله أعلم أنه يقتل بالسيف، وهو المنفذ الآن أنه يقتل بالسيف، هذا هو الصحيح. ولا يضر الاختلاف ما دام أنهم اتفقوا على أنه يقتل، ما يضر الاختلاف في كيفية قتله، سواء قتل بهذا أو بهذا، ولكن الراجح والله أعلم أنه يقتل بالسيف، هذا هو حاصل الكلام في هذه الجريمة الشنيعة. نعم. فصل في الأجوبة عما احتج به من جعل عقوبة هذه الفاحشة دون عقوبة الزنا. أما قولهم إنها معصية، نعم، بعضهم قال يعزر، قول ثالث أنه يعزر بما يردعه، وليس له حد، وإنما هو تعزير وعقوبة رادعة بما يراه ولي الأمر، والشيخ يرد على هذا ولا يرتضي، ما يكفي التعزير، لا بد من قتله. نعم. أما قولهم إنها معصية لم يجعل الله فيها حدا معينا، فجوابه من وجوه: أحدها أن المبلغ عن الله جعل حد صاحبها القتل حتما، أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، أمر بقتل الفاعل والمفعول به، فليس قولهم إنه لم يجعل الله فيه حدا، هذا ليس بصحيح، بل جعل الله فيه حدا وهو القتل كما في هذا الحديث. نعم. وما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنما شرعه عن الله، لا شك، لأنه مبلغ عن الله جل وعلا، وقولكم لم يجعل الله فيه حدا هذا غير صحيح. نعم. فإن أردتم أن حدها غير معلوم بالشرع فهو باطل، بل هو معلوم بالشرع وهو القتل. نعم. وإن أردتم أنه غير ثابت بنص الكتاب لم يلزم من ذلك انتفاء حكمه لثبوته بالسنة. وإن أردتم لم يجعل الله فيه حدا، يعني لم يذكر في القرآن حدا، فليس بلازم، الرسول صلى الله عليه وسلم، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم هي الوحي الثاني بعد القرآن، ويحتج بها كما يحتج بالقرآن، وليس كل الحدود أو كل الأحكام كلها مذكورة في القرآن، جاء بعضها في السنة. نعم. والثاني أن هذا ينقض عليكم بالرجم، فإنه إنما ثبت بالسنة. نعم. فإن قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه، قلنا فينقض عليكم بحد شارب الخمر. نعم. فإن قلتم بل ثبت بقرآن نسخ لفظه وبقي حكمه. نعم. قلنا فينقض عليكم بحد شارب الخمر. نعم. والثالث أن نفي دليل معين لا يستلزم نفي مطلق الدليل ولا نفي المدلول، فكيف وقد قدمنا أن الدليل الذي نفيتموه غير منتفي؟ نعم. وأما قولكم إنه وطء في محل لا تشتهيه الطباع،
فركب الله الطباع على النفرة منه فهو كوطئ الميتة والبهيمة. فجوابه من وجوه: أحدها أنه قياس فاسد الاعتبار مردود بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة كما تقدم بيانه. والثاني أنه قياس وطئ الأمر أن قياس وطئ الأمرض الجميل الذي فتنته تربو على كل فتنة على وطئ أتان أو امرأة ميتة من أفسد القياس. وهل يعدل ذلك أحد قط بأتان أو بقرة أو ميتة؟ أو سبى ذلك عقل عاشق أو أسر قلبه أو استولى على فكره ونفسه؟ وليس في القياس أفسد من هذا. قياس على وطئ البهيمة قياس فاسد، لأنه لا يتساوى، اشترط في القياس تساوى الفرع والأصل، وهذا لا يتساوى. البهيمة لا تشتهى مثل ما يشتهى الإنسان. الفتنة في الإنسان أشد من الفتنة في البهيمة، وإذا اختلف الفرع والأصل فالقياس باطل. نعم. الثالث أن هذا منتقض بوطئ الأم والبنت والأخت، فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة مع أن الحد فيها من أغلظ الحدود في أحد القولين، وهو القتل بكل حال. أما قولهم إن هذا تنفر منه الطباع، صحيح تنفر منه الطباع، لكن ليس معنى ذلك أنه ليس فيه حد، ليس فيه حد. فالزنا بالأم والأخت تنفر منه الطباع، ومع هذا جعل الله فيه حدا، وهو الرجم للمحصن والجلد للبكر، فجعل فيه حدا وهو تنفر منه الطباع. إن الإنسان يأتي أمه أو أخته أو قريبته هذا تنفر منه الطباع، ومع هذا جعل الله فيه حدا. نعم. الثالث أن هذا منتقض بوطئ الأم والبنت والأخت، فإن النفرة الطبيعية عنه حاصلة مع أن الحد فيه من أغلظ الحدود في أحد القولين، وهو القتل بكل حال محصنا كان أو غير محصن، وهذا تغليظا عليه. الذي يأتي قريبته هذا يقتل بكل حال عند بعض العلماء، ولا يفرق بين بكر وثيب لأجل الردع عن هذه الجريمة. نعم. وهذا إحدى الروايتين عن أحمد، وهو قول إسحاق بن راهويه وجماعة من أهل الحديث. أنه يقتل بكل حال هو رواية عن أحمد وعمن ذكر. نعم. وقد روى أبو داود والترمذي من حديث البراء بن عازب قال: لقيت عمي ومعه غاية، فقلت: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وأخذ ماله. قال الترمذي: هذا حديث حسن. قال الجوزجاني: عم البراء اسمه الحارث بن عمرو. نعم. وهذا أيضا من الأدلة أن من وطئ من تزوج زوجة أبيه فإنه يرتد ويقتل على كل حال، لأن الله جل وعلا قال: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا. فإذا عقد الأب أو الجد على امرأة حرمت على ابنه أو ابن ابنه تحريما مؤبدا بمجرد العقد ولو لم يدخل بها، ومن فعل ذلك يقتل على كل حال، لأن هذا الرجل فعله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل إليه من يقتله ولم يستفصل هل هو بكر أو ثيب. نعم. فإذا كان هذا في من تزوج زوجة أبيه فكيف بالذي يفعل اللواط؟ هذا أشد. نعم. وفي سنن أبي داود وابن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من وقع على ذات محرم فاقتلوه. نعم. ورفع إلى الحجاج رجل اغتصب أخته على نفسها فقال: احبسوه وسلوا من ها هنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فسألوا عبد الله بن مطرف فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تخطى حرم المؤمنين فخطوا وسطه بالسيف. نعم. وفيه دليل على القتل بالتوسيط. نعم. وفيه أحسن الله يقول. وفيه دليل على القتل بالتوسيط. نعم. وهذا دليل مستقل في المسألة، وهو أن من لا يباح وطئه بحال فحد وطئه القتل. دليله: من وقع على أمه أو ابنته. من لا يحل وطئه بالحال مثل الأقارب، الأخت أو الأم أو العمة أو الخالة، هذا لا يحل وطئه بحال لقريبه، من فعله يقتل على كل حال. أشد من هذا جريمة اللواط، أشد من وطئ المحارم. نعم. وكذلك يقال في وطئ ذوات المحارم ووطئ من لا يباح له وطئه بحال وكان حده القتل كاللوطي. نعم. والتحقيق أن يستدل على المسألتين بالنص والقياس يشهد له صحة كل منهما. وقد اتفق المسلمون على أن من زنى بذات محرمه فعليه الحد، وإنما اختلفوا في صفة الحد، هل هو القتل بكل حال أو حده حد الزاني، على قولين. فذهب الشافعي ومالك وأحمد في إحدى روايتيه أن حده حد الزاني، وذهب أحمد وإسحاق وجماعة من أهل الحديث إلى أن حده القتل بكل حال. وكذلك اتفقوا كلهم على أنه لو أصابها باسم النكاح عالما بالتحريم أنه يحد، إلا أبا حنيفة وحده، فإنه رأى في ذلك شبهة مسقطة للحد. ومنازعوه يقولون: إذا أصابها باسم النكاح وقد زاد الجريمة غلظا وشدة، فإنه ارتكب محذورين عظيمين، محذور العقد ومحذور الوطئ، فكيف تخفف عنه العقوبة بضم محذور العقد إلى محذور الزنا؟ وأما وطئ الميتة ففيه قولان للفقهاء، وهما في مذهب أحمد وغيره. أحدهما يجب به الحد، وهو قول الأوزاعي، فإن فعله أعظم جرما وأكبر ذنبا، وانضم إلى فاحشته هتك حومة الميت. فصل. وأما واطئ البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال: أحدها أنه يؤدب ولا حد عليه، وهذا قول مالك وأبي حنيفة والشافعي في أحد قوليه، وقول إسحاق. والقول الثاني حكم الزاني، يجلد إن كان بكرا ويوجم إن كان محصنا، وهذا قول الحسن. والقول الثالث أن حكمه حكم اللوطي، نص عليه أحمد، فيخرج على الروايتين في حده، هل هو القتل حتما أو هو كالزاني. والذين قالوا حده القتل احتجوا بما رواه أبو داود من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه. قالوا: ولأنه وطئ لا يباح بحال، فكان فيه القتل كحد اللوطي. ومن لم يرى عليه حدا قالوا: لم يصح فيه الحديث، ولو صح لقلنا به، ولم يحل لنا مخالفته. قال إسماعيل بن سعيد الشارنجي: سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة فوقف عندها، ولم يثبت حديث عمرو بن أبي عمرو في ذلك. وقال الطحاوي: الحديث ضعيف، وأيضا فراويه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وقد أفتى به لا حد عليه. قال أبو داود: وهذا يضعف الحديث. ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي عن التلوط، وليس الأمر أنهما في طباع الناس سواء، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم. الصحيح أن من أتى البهيمة أنه يعزر لما يراه الحاكم، لما يراه القاضي، يعزر فيما يمنعه ويردعه عن هذه الجريمة من ضرب أو حبس أو ما يردعه، ولا يقام عليه حد لأنه لم يرد هذا، والحديث الوارد فيه أنه يقتل غير صحيح، لا يصلح للاحتجاج، فيكون إتيان الجريمة من المعاصي التي لم يثبت فيها حد، وكل معصية لم يثبت فيها حد يصار فيها إلى التعزير أو التأديب بما يردع المجرم. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن إتيان البهائم تنفر منه الطباع
ولا يكثر وقوعه عند الناس، لأنه شيء تنفر منه الطبيعة، وخلاف المعتاد خلاف اللواط والعياذ بالله فإنه جريمة شنيعة، وطباع الخبث تميل إليه. أما إتيان البهيمة فتنفر منه طباع البشرية. ففي بينهما فرق. نعم. فصل. وأما قياسكم وطأ الرجل لمثله على تدالك المرأتين فمن أفسد القياس، إذ لا علاج هناك، وإنما نظيره مباشرة الرجل رجل من غير علاج على أن لا، وقال إن اللواط مثل السحاق بين النساء ليس فيه حد، النساء إذا حصل بين السحاق تعزير تعزر المرأة التي تفعل هذا، وليس فيه حد، ومثله اللواط ليس فيه حد فيكون فيه التعزير. الشيخ يقول هذا كلام فيه نظر، لأن السحاق ليس فيه علاج وإنما هو مدالكة فقط، ليس فيه علاج وإنما هو مدالكة بين النساء، خلاف الجريمة القبيحة فيها علاج فهو يشبه الزنا، فبينهما فرق واضح، فلا يقاس على المساحقة بين النساء. نعم. على أنه قد جاء في بعض الآثار المرفوعة إذا أتت المرأة المرأة فهما زانيتان، ولكن لا يجب الحد بذلك لعدم العلاج، وإن أطلق عليها اسم الزنا العام كزنا العين واليد والرجل والفم. إذا ثبت هذا فأجمع المسلمون على أن حكم التلوط مع المملوك كحكمه مع غيره، ومن ظن أن تلوط الإنسان بمملوكه جائز واحتج على ذلك بقوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقاس ذلك على أمته المملوكة فهو كافر، يستتاب كما يستتاب المرتد، فإن تاب وإلا ضربت عنقه. نعم، لأن هذا الذي استدل على أن السيد يطأ مملوكه بقوله تعالى أو ما ملكت أيمانهم، هذا متلاعب بكتاب الله، لأن المراد بما ملكت أيمانهم الإناث لا على أزواجهم أو ما ملكت، الذي قابل الزوجة المملوكة، وأما الذكر هذا لا يدخل في قوله أو ما ملكت أيمانهم، هذا متلاعب بكتاب الله، لو وجد من يقوله فإنه يقتل، يعني هذا ردة، لأنه قال على الله جل وعلا ما لم يقل. نعم. وتلوط الإنسان بمملوكه كتلوطه بمملوك غيره في الإثم والحكم. فصل. المهم أنه أتى رجل، أتى رجل، الله جل وعلا استنكر إتيان الرجال عموما لم يستثني، تأتون الرجال شهوة أئنكم لتأتون الرجال شهوة، وهذا رجل، هذا رجل له محل للاستمتاع. نعم. فصل. فإن قيل وهل مع هذا كله دواء لهذا الداء العضال؟ فإن قيل وهل مع هذا كله دواء لهذا الداء العضال؟ دواء. نعم. أوقية لهذا السحر القتال، وما الاحتيال لدفع هذا الخبال؟ وهل من طريق قاصد إلى التوفيق؟ وهل يمكن السكران من خمر الهوى أن يفيق؟ وهل يملك العاشق قلبه والعشق قد وصل إلى سويدائه؟ وهل للطبيب بعد ذلك حيلة في برئه من سويدائه إلا ما هو لائم التذ بملامه ذكرا لمحبوبه، وإن عذله عاذل أغراه عذله وساغ به في طريق مطلوبه ينادي عليه شاهد حاله بلسان مقاله، وقف الهوى بي حيث أنت فليس لي متأخر عنه ولا متقدم، وأهنتني فأهنت نفسي جاهدا ما من يهون عليك ممن يكرم، أشبهت أعدائي فصرت أحبهم إذ كان حظي منك حظي منهم، أجد الملامة في هواك لذيذة حبا لذكرك فليلمني اللوم. ولعل هذا المقصود بالسؤال الأول الذي وقع عليه الاستفتاء والداء الذي طلب له الدواء. فصل. قيل نعم، الجواب من رأس ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، يعني من ابتلي بهذه الجريمة
ووقعت في قلبه وأثرت فيه وصار يميل إليها، هل له علاج يذهب عنه هذه البلية؟ هذا محل السؤال. أما المقدمة التي ذكرها لا داعي لها، المهم أن السؤال واضح. نعم. فصل. قيل نعم، الجواب من رأس ما أنزل الله من داء إلا جعل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. والكلام في دواء هذا الداء من طريقين، أحدهما حسم مادته قبل حصولها. نعم، الجواب أن هذا له دواء، من ابتلي بالميل إلى الذكور وفتن بذلك له دواءان، دواء الأول قبل حصول هذه الجريمة، وذلك بغض البصر. غض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. غض البصر سبيل إلى حفظ الفرج، أما إطلاق البصر فهو سبيل إلى الوقوع في الفاحش. وأيضا المخالطة، يجتنب المخالطة ومجامع الفتنة، يتجنبها حتى يسلم. هذا من باب الوقاية، هذا علاج من باب الوقاية، غض البصر وتجنب مخالطة الفتنة والجلوس مع الغلمان وصاحبتهم، هذا من الوقاية، تجنب هذه الأشياء، يبعد عنه. نعم. أحدهما حسم مادته قبل حصولها، والثاني قلعها بعد نزوله، وكلاهما يسير على من يسره الله عليه، ومتعذر على من لم يعنه الله، فإن أزمة الأمور بيديه. فأما الطريق المانع من حصول هذا الداء فأمران. نعم. أحدهما غض البصر كما تقدم. نعم، غض البصر، الله جل وعلا أمر الرجال والنساء بغض البصر، قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون، وقل للمؤمنات يغضبن من أبصارهن. غض البصر فيه وقاية من الزنا واللواط والفعل الفواحش، لأنه ما يقع فيها إلا بسبب النظر، إطلاق النظر. وأيضا غض البصر يفيد زكاة القلب وطهارة القلب، لأن النظرة المحرمة تزرع في القلب شهوة وفتنة، فإذا غضه فإن قلبه يبقى طاهرا، لا يصل إليه شيء من هذا الإثم، ولذلك قال ذلك أزكى له. ومن غض بصره عوضه الله بنور في قلبه، نور في قلبه يميز به بين الخبيث والطيب. نعم. أحدهما غض البصر كما تقدم، فإن النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، ومن أطلق لحظاته دامت حسراته. وفي غض البصر عدة منافع، أحدها أنه امتثال لأمر الله الذي هو غاية سعادة العبد في معاشه ومعاده، فليس للعبد في دنياه وآخرته أنفع من امتثال أوامر ربه تبارك وتعالى. الله أمر بغض البصر فيمتثل. نعم. وما سعد من سعد في الدنيا والآخرة إلا بامتثال أوامره، وما شقي من شقي في الدنيا والآخرة إلا بتضييع أوامره. الثانية أنه يمنع من وصول أثر السهم المسموم الذي لعل فيه هلاكه إلى قلبه. نعم، الثانية أنه يمنع تأثر القلب، فإن النظر المحرم يؤثر في القلب، يزرع الشهوة في القلب. نعم. الثالثة أنه يورث القلب أنسا بالله وجمعه عليه. الثالثة أن القلب الذي يغض بصره يكون زكيا طاهرا مقبلا على الخير، لأنه سلم من هذه الآفة. نعم. فإن إطلاق البصر يفرق القلب ويشتته ويبعده عن الله، وليس على القلب شيء أضر من إطلاق البصر، فإنه يوقع الوحشة بين العبد وبين ربه. الرابعة أنه يقوي القلب ويفرحه، كما أن إطلاق البصر يضعفه ويحزنه. الخامسة أنه يكسب القلب نورا، كما أن إطلاقه يكسبه ظلمة. ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر. عقيب.
ولهذا ذكر الله سبحانه آية النور عقيب الأمر بغض البصر، قال: قل المؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. ثم قال إثر ذلك: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، أي مثل نوره في قلب عبده المؤمن الذي امتثل أوامره واجتنب نواهيه، وإذا استنار القلب أقبلت وفود الخيرات عليه من كل ناحية، كما أنه إذا أظلم أقبلت سحائب البلاء والشر عليه من كل مكان. فما شئت من بدع وضلالة واتباع هوى واجتناب هدى وإعراض عن أسباب السعادة واشتغال بأسباب الشقاوة، فإن ذلك إنما يكشفه له النور الذي في القلب. فإذا نفذ ذلك النور بقي صاحبه كالأعمى الذي يجوس في حنادس الظلمات. السادسة: أنه يورث فراسة صادقة يميز بها بين الحق والباطل والصادق والكاذب. وكان شجاع الكرماني يقول: من عمر ظاهره باتباع السنة وباطنه بدوام المراقبة وغض بصره عن المحارم وكف نفسه عن الشبهات واغتذى بالحلال لم تخطئ له فراسة. وكان شجاع هذا لا تخطئ له فراسة. والله سبحانه يجزي العبد على عمله بما هو من جنس عمله، ومن ترك لله شيئا عوضه الله خيرا منه. فإذا غض بصره عن محارم الله عوضه الله بأن يطلق نور بصيرته عوضا عن حبس بصره لله، ويفتح عليه باب العلم والإيمان والمعرفة والفراسة الصادقة المصيبة التي إنما تنال ببصيرة القلب. وضد هذا ما وصف الله به اللوطية من العمى الذي هو ضد البصيرة، فقال تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، ووصفهم بالسكرة التي هي فساد العقل، والعمى الذي هو فساد البصيرة. فالتعلق بالصور يوجب فساد العقل وعمى البصيرة وسكر القلب، كما قال القائل: سكران هوى وسكر مدامة. سكراني سكر هوى وسكر مدامة، ومتى إفاقة من به سكراني. وقال الآخر: قالوا جننت بمن تهوى، فقلت لهم: العشق أعظم مما بالمجانين، العشق لا يستفيق الدهر صاحبه، وإنما يصرع المجنون في الحين. السابعة: أنه يورث. وغض البصر ليس عن الأشخاص فقط، بل الصور أيضا. غض البصر عن الصور التي تعرض، صور النساء، صور المردان التي تعرض في الفضائيات أو في الصحف أو المجلات، هذه فتنة أيضا، هذه فتنة وتجر إلى الفاحش. الإنسان لا ينظر في هذه الصور الماجنة، وهذا قصد أصحابها يوم يضعونها في هذه الأشياء، صور النساء يضعونها على في الكتب وعلى أغلفة الكتب وينشرونها في الشاشات، هذا قصدهم أن الناس يفتنون بها ويتعلقون بها ويقعون في الفواحش، هذا هو القصد من حرصهم على نشر الصور بأي وسيلة. المسلم يغض بصره ويطمس الصورة إذا قدر عليها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدع صورة إلا طمستها، لأجل إزالة الفتنة بها. نعم. السابعة: أنه يورث القلب ثباتا وشجاعة وقوة، فجمع الله له بين سلطان النصرة والحجة وسلطان القدرة والقوة، كما في الأثر: الذي يخالف هواه يفرق الشيطان من ظله. وضد هذا تجد في المتبع لهواه من ذل النفس ووضاعتها ومهانتها وخستها وحقارتها ما جعله الله سبحانه في من عصاه، كما قال الحسن: إنهم وإن طقطقت بهم البغال وهملجت بهم البغاذين إن ذل المعصية في رقابهم، أبى الله إلا أن يذل من عصاه. وقد جعل الله سبحانه العز قرين طاعته والذل قرين معصيته، فقال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. وقال تعالى: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. والإيمان قول وعمل، ظاهر وباطن. وقال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه.
أي من كان يريد العزة فليطلبها بطاعة الله وذكره من الكلم الطيب والعمل الصالح. وفي دعاء القنوت: إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. ومن أطاع الله فقد والاه فيما أطاعه فيه، وله من العز بحسب طاعته. ومن عصاه فقد عاداه فيما عصاه فيه، وله من الذل بحسب معصيته. الثامنة: أنه يسد على الشيطان مدخله إلى القلب، فإنه يدخل مع النظرة وينفذ معها إلى القلب أسرع من نفوذ الهواء في المكان الخالي، فيمثل له صورة المنظور إليه ويزينها ويجعلها صنما يعكف عليه القلب، ثم يعيده ويمنيه ويوقد على القلب نار الشهوة ويلقي عليه حطب المعاصي التي لم يكن يتوصل إليها بدون تلك الصورة، فيصير القلب في اللهيب. فمن ذلك اللهيب تلك الأنفاس التي يجد فيها وهج النار، وتلك الزفرات والحرقات، فإن القلب قد أحاطت به النيران من كل جانب، فهو في وسطها كالشاة في وسط التنور. ولهذا كانت عقوبة أصحاب الشهوات للصور المحرمة أن جعل لهم في البرزخ تنور من نار، وأودعت أرواحهم فيه إلى يوم حشر أجساده، كما أراه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في المنام في الحديث المتفق على صحته. التاسعة: أنه يفرغ القلب للفكرة في مصالحه والاشتغال بها، وإطلاق البصر ينسيه ذلك ويحول بينه وبينه، فينفرط عليه أمر ويقع في اتباع هواه وفي الغفلة عن ذكر ربه. قال تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. وإطلاق النظر يوجب هذه الأمور الثلاثة بحسبه. العاشرة: أن بين العين والقلب منفذا وطريقا يوجب انتقال أحدهما عن الآخر، وأن يصلح بصلاحه ويفسد بفساده. فإذا فسد القلب فسد النظر، وإذا فسد النظر فسد القلب. وكذلك في جانب الصلاح، فإذا خربت العين وفسدت خرب القلب وفسد، وصار كالمزبلة التي هي محل النجاسات والقاذورات والأوساخ، فلا يصلح لسكنى معرفة الله ومحبته والإنابة إليه والأنس به والسرور بقربه فيه، وإنما يسكن فيه أضداد ذلك. فهذه إشارة إلى بعض فوائد غض البصر تطلعك على ما ورائها. الطريق الثاني المانع من حصول تعلق القلب. هذه كلها فوائد غض البصر، ولذلك أمر الله به وقال: ذلك أزكى لهم. فغض البصر فيه كل هذه المصالح وأعظم منها، ولكن ما وقع الناس في الفواحش وفي الشرور إلا بسبب إرسال البصر ومتابعة الصور، سواء كانت صور حية أو صور منقولة. هذه الصور فيها بلاء وفيها فتنة، تساهل الناس فيها الآن، صورة يتساهل فيها على أنها صورة، لأن بعض الناس قد لا ينظر إلى النساء ولا ينظر إلى الفتنة، لكن تساهل في النظر في الصور، وهذا يقوم مقام النظر إلى النساء. النظر إلى الصورة يقوم مقام النظر إلى المرأة، بل يكون ربما يكون أشد، لأن الذي ينظر إلى المرأة يخجل ولا يواصل، خصوصا إذا كان عند الناس، خلاف اللي ينظر إلى الصور وتساهل في هذا ويرى أنه ما فيه بأس ولا يخجل من ذلك، ما أنه يفتنه. لا يتساهل بالنظر إلى الصور التي أصبحت الآن مطية للشيطان، شياطين الإنس والجن يضلون بها الناس وينشرونها في مختلف الوسائل. ما خسروا أموالهم وتعبوا في نشرها إلا لغرض يريدونه، ما هو بعبث، ليس هذا من باب العبث أنهم يهتمون بها وينشرونها يحرصون عليها، إلا أنهم واجدين في نشرها بغيتهم من إفساد الناس وإفساد القلوب ونشر الفواحش. يجب الحذر من الصور المعروضة، صور النساء وغيرها من الصور الفاتنة، يحذر الإنسان من التساهل بها والنظر إليها، فإنها بلية
كثير من الناس قد لا يخرج إلى السوق ويناظر النساء، ما يخرج لأنه عنده حياة وعنده، لكن في بيته وفي مجلسه يناظر الصور ويتمتع بها، وهذا أشد من لو أنه خرج، هذا أشد أو على الأقل مساوي. على المسلم أنه يتجنب هذه الأمور ويغض بصره عن الصور سواء كانت صوراً حياتي.